مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم الأحوال الجوية المتوقعة. نتوقع تجدد الأمطار في أماكن مختلفة من المملكة بإذن الله. مشاهدينا فاصل ونواصل. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط التي تمثل أماكن الهطول. بنلاحظ أن المملكة ستتعرض لهطولات في المنطقة الجنوبية الغربية وأيضا المنطقة الوسطى من المملكة. أحيانا تكون هذه الأمطار غزيرة، خاصة هذه البقع البنفسجية تمثل غيوم سميكة، وبالتالي ينتج عنها أمطار غزيرة قد تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه. أما الخرائط التي تمثل درجات الحرارة فنلاحظ أن هناك كتلة هوائية تقريبا دافئة إلى حارة نسبية تؤثر على المناطق الجنوبية والوسطى من المملكة، لكن شمال المملكة بيكون ذات درجات حرارة أقل بإذن الله. الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة في الرياض أجواء غائمة جزئيا، وأيضا سقوط زخات رعدية متفرقة من المطر، ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة 23 درجة مئوية، وزي ما حكيت مع زخات من الأمطار على فترات بإذن الله. الأحوال الجوية المتوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة: يوم الاثنين في الرياض أجواء غائمة وزخات رعدية من المطر مصحوبة بالبرق والبرد والرعد، ودرجة الحرارة 32، لكن أيضا الأجواء أثناء الليل غائمة وزخات رعدية من المطر، والصغرى المتوقعة 22 درجة مئوية. يوم الثلاثاء أيضا أجواء غائمة جزئيا وسقوط زخات رعدية من المطر مصحوبة بالبرق والبرد والرعد أحيانا، والعظمى المتوقعة في الرياض 34، وأثناء الليل أيضا أجواء غائمة وزخات رعدية من المطر والصغرى 24 درجة مئوية. يوم الأربعاء تنخفض درجات الحرارة قليلا، تخف شدة الأمطار أيضا تدريجيا وتضعف، وبتكون الأجواء تقريبا غائمة جزئيا مع سقوط أمطار أحيانا لكن بشدة أقل وفترات زمنية أقل. العظمى المتوقع يوم الأربعاء 33، والأجواء أثناء الليل بتكون ما بين غائمة جزئيا وصافية، والصغرى المتوقعة 23 درجة مئوية. أما الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى في كثير من المناطق، نبدأ في المناطق الشمالية. المناطق الشمالية المغبرة ودرجات الحرارة بتكون تقريبا بحدود 29 في سكاكا العظمى، والصغرى 15. عرعر أيضا أجواء مغبرة، العظمى 30 والصغرى 17. تبوك أجواء معتدلة بالنهار لطيفة بالليل 27-16. أما المنطقة الغربية من المملكة في أجواء حارة نسبيا في المدينة المنورة ومكة وجدة أيضا، والعظمى المتوقعة في المدينة المنورة 34 والصغرى 19، جدة 32-26، أما مكة 35 أجواء حارة نسبيا، 35 العظمى والصغرى 25. الطائف أجواء غائمة جزئيا مع سقوط إلى غائمة مع سقوط زخات رعدية من المطر، العظمى 26 والصغرى 17 درجة مئوية. أما المنطقة الجنوبية الغربية فأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة مع سقوط زخات رعدية من المطر، الباحة 21 العظمى والصغرى 15، مطار أبها الدولي 22 العظمى والصغرى 16، جازان 34 إلى 29 درجة مئوية. أما المنطقة الشرقية والجنوبية، الحفر الباطن أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة مع سقوط زخات رعدية من مطر، العظمى المتوقعة 36 والصغرى 24، الدمام 34-25 ما بين غائمة جزئيا ومشمسة في النهار، وأيضا في الإحساء أجواء غائمة وزخات من المطر
أكثر أحيانا، العظمى 35 والصغرى 26 درجة مئوية. مشاهدينا، أما منطقة الرياض حائل 31، معتدل في النهار لطيف بالليل 31-17، بريدة 33-20. منطقة الرياض والرياض غائمة جزئيا إلى غائمة مع سقوط زخات رعدية من مطر، العظمى 32 والصغرى 22 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا للمتابعة، كل عام والجميع بألف خير، ونترككم في أمان الله.